لغاية 9:30 الرحلة مكملة آخر 20 دقيقة تقريبا في حلقتنا لليوم. واصلين معكم بالبطاقات حمراء كانت صفراء أو خضراء محتواها نكتشفوه tout de suite في الكارتون دي جور. كارتون دي جور يلا سيدي نبدأ بيك برهان. نحكيه على تأجيل النظر في قانون صيانة الشواطئ. حكي عليها برشا البارح ياسين العياري وعطى التفاصيل للناس اللي مش فاهمة البطاقة لونها وتفاصيلها مع برهان توت سويت. هي مشروع اتفاقية يتم رعايتها على مستوى الهيكل المتوسطي اللي نذكروا الناس كل تعمل وقت ساركوزي تقريبا الاتحاد نجم متوسط اللي يوفر تمويلات بتسمح لدول ضفة المتوسط شرقها شمالها وجنوبها أن تستمتع بتمويلات تخصص لصيانة الشواطئ تنظيفها. تونس والناس كل نعرفوا قيمة المسألة البيئية هذه من شواطئنا الممتدة تبركلة على طول الشريط الساحلي من الشمال حتى الجنوب ومعاناتنا مع قصة نظافة الشواطئ. الاتفاقية هذه لو كان صححنا عليها تسمح لنا بتمويلات صحيح على مراحل لكن جملتها ما بين التمويلات النقدية العينية والتجهيزات وكل شيء تقريبا تنجم توصل لألفين مليار فيها 875 نقدا مليارده لكن عن طريق التجهيزات وما يمكن نستمتع به بعد إمضائنا على الاتفاقية هذه تخلطنا حتى لألفين مليار باش ننظفوا الشواطئ متاعنا. في طار الحرب هذه اللي داخل الائتلاف الحكومي اللي غير مفهومة يجي طرف اللي هو حركة النهضة فجأة يقول لا يكتشفوا كيفاه شفم علاش الاتفاقية هذه ممضي عليها إسرائيل وإحنا ما نجموش نكونوا مع إسرائيل ووقفت الحكاية هذه وقامت وهي الرسالة في الحقيقة لا علاقة لا بتنظيف الشواطئ ولا إسرائيل ولا شيء رسالة للياس الفخفاخ لأن المدة هذه تدور مفاوضات كبيرة داخل الائتلاف الحكومي. النهضة طالبة من الياس الفخفاخ أنه يوسع على الائتلاف الحكومي ويدخل قلب تونس باش تبين له أهمية أنه يلزم يدخل قلب تونس. راهي مشاريع القوانين متاعك نجم تطيح يلزم فما ائتلاف واسع وباش تبين له أنه مشاريع القوانين متاعه تنجم تطيح هاني أعطيتك إشارة مانيش باش نعديلك الاتفاقية هذية بالطبيعة. شنو الكلام اللي باش يتقال عليها التطبيع مع إسرائيل. المشكلة أنه بعض النواب اللي صوتوا ضد أنه نعديوها وقتها وما لقاو حل وسط باش يمسحوا رواحهم فرصة للمفاوضة أنه مش يطيحوها الاتفاقية بل يأجلوا النظر فيها. قال شنو راهي الاتفاقية هذه صحت عليها إسرائيل. الطريف العملية أن الناس اللي قالت السبب هذه نسيت أنه النظام السوري وما أدراك بتاع بشار الأسد صحح على الاتفاقية. أن الحكومة اللبنانية اللي يقودها حزب الله اللبناني صحت على الاتفاقية وتبين أن عندنا نواب أكثر حرص على مقاومة التطبيع وعلى رفع شعار المقاومة من حسن نصر الله في لبنان. هنا تنتهي النكتة. سيرك برهان اللي عايشين فيه نكتة من الدراما اللي نعيشوا فيها جو هذا جو هذا جو هذا برهان هذا البرلمان ياسين العياري يقول لك إذا كان نمشيوا بالمنطقة ذي ألغيوا يا أخي اتفاقية حقوق الطفل اللي ممضي عليه الكيان الصهيوني 2000 مليار رو برهان رو الشواطئ متاعنا وجهنا سياحة راهي فلوس. هو يقول لك توا ما ألغيناهاش أجلنا النظر فيها حتى يتلقى الياس الفخفاخ الرسالة. يا الياس الفخفاخ افهم روحك حل الائتلاف الحكومي دخل معنا الناس اللي نحبوا ندخلوهم ما كانش راي قوانينك باش يصير لها كي من هكا. رفيق مطلوب مطلوب اليوم انو نبدلوا الحكومه معناها جات في الاعراض الاتفاقيه هذه اليوم مطلوب انو نبدلوا الحكومه معناها مطروح توسيع الائتلاف الحكومي توسيع بمعنى اسماء تخرج واسماء تجي لا ما همش طرحين مغادره تبديل الحكومه طرحين تحوير وزاري يتم فيه توسيع الائتلاف الحكومي دونك وزره باش تخرج وزره باش تزيد بالمنطق ما فماش مخرج اخر معناها باش يزيدوا قلب تونس. انو بعض من النواب اللي عملوا البارح عملوا لنا الدرس بالطبيعة كيف ما العادة في المعادات وإسرائيل وإحنا هذا تطبيع وهذا تطبيع هذوما الكل موجودين في برلمان البحر الأبيض المتوسط معني البرلمان البحر الأبيض المتوسط إذا كانت تحب تقعد مع الفلسطينيين والسوريين وكل الغالب موجودة في إسرائيل هذا في الاتحاد المتوسطي فيه وعليه الاتحاد المتوسطي لكن هذا الأمر الواقع للتذكير باش نقول كلمة ومثال خلي تو يسبوني راهو إسرائيل معترفة بها الأمم المتحدة هذا الواقع هذا ما يمنعش أنه يلزمنا نفيقوا كل صباح ونطالبوا بحقوق الشعب الفلسطيني ونطالبوا بحق دولة فلسطينية لكن راهو ونكونوا ضد التطبيع هذا مش تطبيع أما هي راهي الدولة موجودة في الأمم المتحدة راهو السيرك اللي ضحك التي العركة داخل الائتلاف الحكومي والبرلمان كان لاحظت بالبارح دخلنا فيها الناس كل تثبت الإمارات قطر روسيا أمريكا ألمانيا
اسرائيل معاها العالم الكل رانا نسبوا فيه هو مش فايق بينا راهو رانا دخلنا اسرائيل في عركه اكيد تو بيبينا التانيه وريقت في داره قالوا له راهو عركه بتاعت تلاف حكومي داخل عند... راهو دخلوكم في الموضوع عند... على على التطبيع وعلى اسرائيل ودرا شنو رانا تونس دوله نوويه عظمى اللي يسمع البرلمان راهو رانا داخلين زاطبين على العالم الكل شكون قطر بيك وعلي امارات بيك السعوديه بيك اسرائيل بيك وعليك روسيا بيك وعليك مرتزقه امريكا رانا دوله نوويه عظمى رانا تفكرنا علينا ان احنا مديني دينا ليهم الكل حتى نفلوس من قطر للامارات لتركيا لامريكا لروسيا لاي بلاد في العالم مديني لها لدين نتاعنا عطينا فلوس الشر الفقر والبرونزاج والبرونزاج الفقر والبرونزاج الفقر والفرعنه الفقر والبرونزاج خي اكثر معناها من الفرعنه 17 دقيقه نرجع لكم بعد اخبار الطرقات والفصل.